يعرفوا هدول؟ طمني عنك تركي. شوفتكن هلا صرت احسن معلم، والا انا مليان وصاخيل عن هالحالي نطيت على الزباله. تركنا هلا من الزباله، طمني على رجلك. تقوصت قبل هالمره كمان، وقتها قوصني المرحوم سيفه، بس هي اول مره بوقع فيها بحاويه زباله. حسني خد السيد تركي على المشفى. تحت امرك معلم. بالاول يغسلوه بعدين يعملوا له عمليه، والا بيصير معه جراب. الله لا يقدر، بموت احسن لي. سندني منيح. اتصل بيشار قل له داهموا المحل تبعنا. قول تاني، انا ما قلت لك ما تتصلي اذا ما في شيء كتير مهم؟ ماشي لا تنقي، قولي شو في. لا تضلي تقولي علوش. معلم اخذوا علي مماتي على المشفى. انت روح ما تركي، خير شو في؟ قال عم يضل عم يبكي. هذا الولد طبعه مثل البنت، ما بعرف شو قصته. ايه بماتي انت لازم تروح تشوف ابنك. انا اسف معلم، قلت بنت بالغلط، بنتك ما عم تطلع من بالي معلم. وانا ما عم تطلع من بالي يا بماتي. الآن مراد قتل جماعتنا مو هيك؟ لا ما قتلون آغا. كتير منيح، معناتها روح انت قتلون. الأغبياء اللي ما بيقدروا يحافظوا على زلمي عندهم ما بيلزموني. تأمر أمر آغا. الآن انت خبرت رسهم بالمحل؟ لا آغا، بس هو بيعرف محلات المستودعات تبعنا. إذا ما كانوا قتلوا رسهم لسه انت بتقتلوا. بس بدون السيد رستو رح نتعذب كتير بالجمارك. الهان اذا ما بدنا نقدر نشتغل بدون رستم نحن ليش عايشين؟ اسمعني منيح اخي، بالاول بدكن تغسلوني بعدين تعملوا عملية، ما قالوا لكم هالشي؟ لا تسعفوا واحد جربان، اوعها بالاول بتنظفوني منيح. ليش عم تبكي يا ابني؟ مو عيب؟ تعال اشوف. هوبا، ما بتقول ابي مشغول ومانو فاضيلي؟ ها؟ قال شغل قال، انت روح ركض ورا رجل تركي المجنون. علوش صار لازم نطهره اخي. طهر شو؟ قال لهيك عم يبكي، الولد ما عم يحسن يعملها، قال مسكرين المجاري البولية. طيب وليش بعتولي؟ كنتوا عملوها دغري. حسني بعت لي ورا الجراح. ما بيصير هذا الحكي، لانه هالولد يتيم بدك تعملها بدون حفلة معقولة؟ نق رح تجيبي لي اخرتي بالنق تبعك. علوش شو بدك تصير رجال؟ ها؟ وينهم هدول التافين؟ ليكن اجوا. تعال لشوف يا الهان. مو هون قوص معلمك على تركي؟ ماشي بتقله لمعلمك يشار من هاللحظة وطالع إياه يخطي خطوة واحدة تجاه رجالي. إن شاء الله صحة. ها هاي إجا المعلم. جيت بدون موعد، بتمنى ما أكون عطلتكن عن شغلكن. لو أعطيني خبر ما خليتك تنتظر.
عمران الله يخليه قام بالواجب واكثر. استغفر الله، بتشرفنا بكل وقت. معلم شو رايكم فنجان قهوه؟ ايه ما في مانع. شو شلونك زلفو؟ سمعت انه صار بينادولك عبد الحي. مزبوط سيد ارسوي، مانك متغير كتير. ختيرنا شوي بس انت متغير كتير ومنيح هيك، صاير مثل النمر. كلك ذوق. تفضل ارتاح. شو هو انسباري؟ ما عم نشوفك بهالشغل صديقي عمران. السيد ميماتي جوا؟ لا مانو هون. الحقيقة إذا شرحت للسيد مراد بيكون أحسن. بس هلأ في عنده ضيف لمعلم. بنتي شو جاية تعملي هون؟ إذا بتناديلي بيري بيكون أحسن. ليش إجيتي؟ في شغلات بتتعلق بالشغل لازم استشيركم فيها. استشيري أبوكي ست بيري هان، هو كمان شريكنا. هذا المحل بالنسبة إليك يمكن بارد شوي. ولا يهمك، ما رح أخذ من وقتك غير دقيقتين. بيريهان يلا حبيبتي يلا يلا، روحي لعند بابا ممدوح وهنيك اهتمي بالشغل، ولا بقى تجي لهون كل ما بدك تحكي شغلة. إذا بدك تقولي لي شيء إلي أنا بمر عليك يوم التنين. عمران وصل الأخت بيري على الباب. تفضلي. مساء الخير. يمكن بتعرفوا لميماتي. بسمع فيه. الحقيقة الشباب حكولي عنكم كأنكم أسطورة. لا يحرمنا من هالشباب مين مكانوا هالشباب. كيف بقدر ساعدك سيد إيرسوي؟ خير في شي؟ أربعة من الزملاء عنا آخر شي أخدوك بالسيارة تبعهم وبعدين ما عادوا بينوا. جاي اسأل إذا عندك أي معلومات عنهم. مين هدول؟ بدهم يكونوا المرافقة تبع ضيفنا. ومين الضيف تبعكم؟ أنسيبيري. عم تحاولي تسحبي مني حكي بجمالك الأخاز بعرف، بس الفضول ما أنه منيح أبدا بالعالم اللي تحت الأرض. مع ذلك أنا رح خبرك بشي، ضيفنا زلمة أكابري ومحترم كتير، يعني رجل دولة حقيقي. قتلت لك يا هون. السبب؟ لأنه نقلل احترام. حلال عليك، يسلموا ايديك. أنا ما بقبل باللي بقلل احترام. لو كنت عرفت بهذا الشيء، لو ما أنت يلي قتلتهم أنا كنت قتلتهم. بعد ما تعرفنا على حضرتك وحكينا معك ما عم بقدر أفهم ليش هالجماعة كانوا قليلين احترام معنا. الرجال الجاهل مثل ما بيتصرف معك بيتصرف معي سيد ميماتي. ما علينا، أنا جاي لهون أحكي بالشغل مو لا أحكي بهذا الموضوع. تفضل عم نسمع. تعرفوا كانوا الشباب عم يشتغلوا بالدخان المهرب تحت إيدي. السبب؟ أنت كمان كنت عم تدير تشكيل، بس أحيانا تضطر لمصدر دخل مشان التشكيل، ونحن كوننا ميزانية مستورة لإلنا. بس الزلمي تبعكم شرف زازا أغلو دخل على القطاع تبعنا وضربنا وخسرنا كتير بسببه. في عندي رجاء عوضولنا هاي الخسارة تبعنا. وقديش هاي الخسارة؟ مع عقوبتها 25 مليون دولار. المصاري مو مشكلة، إذا زازا غلط بالشغل تبعه
فبيكون علي تصحيح هذا الغلط قبل الكل. ايه والله، بعد ما يجيب زازا المصاري تبعنا قولوله، وهذا الحكي قلو لغيره طبعا، شغل الدخان وشغل المازوت وشغل المخدرات وكل شي هيك، ما رح شوف حدا منهم عم يشتغل فيه. حسب ما عرفت انكن عم تشتغلوا بالخشب. انا ما عندي مانع انكن تشتغلوا بشغل يجيب ارباح كبيرة. قلت لي انك جاي بموضوع تجاري وفرضت علينا عقوبة، عم تفرض خوة. انا يلي بعرفه ان التجارة ما بتصير هيك، يا اما بتفرض عقوبة او بتفرض قواعد. لريحك انا ما عم اطلب شي، مشاني هاي المصاري له حق فيها اليتيم اللي لسه ما كبر. دقيقة، عم تبيعوا سجاير تهريب وعم تسرقوا من الدولة، ولا بلا ما نسميها سرقة، عم تعملوا يلي بدكن ياه وبتصرفوا على اولاد الناس اللي بتعدموه؟ انا اجيت بنية طيبة وحابب انه صلح الامور، وعطيتك رقم رمزي وصغير لحتى ما ألمسك ولا ألمس زازا. شكلك بتنسى يلي بتقوله. فرضت علينا نحن كمان انه ما نشتغل شغل تاني. عم اعطي الكل فرصة ليضلوا عايشين، الكل بيعرفوا قديشني كريم. فعلا انت زلمة كريم، تعطيني روحك هلا اذا بطلب منك، ما هيك؟ نحن ما تفاهمنا انا وياك، احسن شي نحكي من الاول. أنا رجالي مفقودين، أنت يلي قتلتهم؟ أنا يلي قتلتهم. منيح، معناتها أنا رح أقتل رجالك وآخذ بالتار. مقابل أربعة من رجالي بدي اثنين من عندك، عبد الحي وميماتي، أعطيني إياهن ومنروح متصالحين. يلا خلينا نروح. كأني ما كنت عم أحكي معك، وقت لي أنا بسأل سؤال بطلب جوابه من اللي سألته يا. أنت من شوي قلت الزلم الجاهل جاهل بكل محل. يا سيدي كلامك مزبوط، أنا ما بحكي مع الجاهل مشان ما يضيع كلامي. انت هلا دايس بساطي وشربت قهوتي فرح سامحك، واذا بشوفك بعدين قدامي لاني قتلت رجالك الوسخين عيونك تنتين بقلعن. رح تضل تشوفني كل يوم منامك ولشوف اذا حتقلع لي شي. استغفر الله. انت بتشرفنا دائما وإلك اخ هون بكل وقت. بابي مفتوح إلك دائما يا ابن النمر الاصيل. بأي مدرسة بيعلموا هدول التافهين انه يحكوا مع الناس هيك؟ معلم خليني اوصه وهو نازل على الدرج. الزلمة معه سيارتين مليانين رجال، وين بدك توصه؟ يا الله قديش هالزلمة واحد مهذب واكابر، ان شاء الله منشتغل معه دائما وتكون فاتحة خير علينا. طب من اوصله رجاله كمان الشغلة رح تكبر. شو عم تقول انت؟ السيد الاكابر تبعك اجا طلب راسي وراس عبد الحي. اي مو معقول. ابني هذا الزلم معلمه لهداك السافل يلي اهانه للمعلم مراد، شو بدك اكتر من هيك؟ واحد ندل. انا اجدب لاني احترمته. معلم تسمح لي روح صلح غلطتي فيه؟ نحن يلي لازم نوصل هالزلمة. حبيبي انا عندي هون ما في اسعاف، ليش اجيت انت هيك؟ اغا
إذا بدك تقتلني ليش لروح على المستشفى على الفاضي؟ لو تعرف قديش بحبك يا إلهان. على القليلة أنت بتعرفني منيح. إلهان لا تزعل مني، يمكن أنت توجعت شوي، بس معلمك دخل على اسطنبول 50 كيلو كوكايين. وإمتى عملت هالشغلة يا آغا؟ حبيبي أنا شو إلي شغل مع مراد لحط راسي براسه؟ أنا زلمة تبع تجارة، الزلمة كان فوق راسنا، نحن لهنا لنشتغل شغلنا، والمسكين كان عم يفكر إنه عم ينتقم منا. يلا قوم على المستشفى. أي مستشفى آغا؟ أنا بس سمعت هالحكي خلص صعيد. ايه وانتو شو قلتوا له؟ قلنا له قليل، لازم تطلب من زازا 50. ايه لانه الخال زازا البنك المركزي، ما هيك سيد ممعتي؟ حتى هيك قليل. شو بتعمل 25 قدام صديقين لقلنا؟ علاك شو طالع يجمع صدقة هذا الشحات؟ القصة مو قصة مصاري وبس، الزلمة عم بيقول لازم تطلعوا من الشغل. كان اسكندر يكرهه لهذا إرصوي وما يطيقه. في مرة سألته إذا مضايقك كل هالقد هذا الزلم ليش أنت ما بتضايقه وبتخلص من هالقصة؟ قال لي بعدته على الجبل حتى يقوصونيك ويخلصوا عليه، وفي بالجبل 9 مناصمات والتسعة ما حسن تقتله. هل عتيم الضمير واحد بتسع رواح؟ هيك قال لي. اليوم حظنا نوقع مع الناس اللي بلا ضمير، واحد شفناه شخصي والتاني عم نسمع اسمه من زهزة. معلم مشكلة هذا الزلم المصاري، دخلته بهيك مبلغ كبير من شان يكبر السعر بعدين. ليش هن يا ترى كم شخص؟ مين هو هذا أرصوي لحتى نخاف منه؟ أخي استخف بكل الناس بس بهاد لا. قديش طلعت روحك غالي عليك؟ ماشي أوصني إلي. صح ميماتي، هذول كم شخص بيطلعوا؟ وقد ما كانوا منفجرهم ومنخلص منهم. خلينا نطول بالنا، ما بصير نفجر هلأ، لازم نخلص عليهم بدون صوت. عبد الحي انت دور عليهم وخبر ألبير خلي يجي بكرة. عجيب معلم، مو انت قلت موظف دولة ما بصير نقوصه؟ مع انه كان هالشي بيناسبني كتير. طبعا لازم نقتله، احسن ما نموت نحنا يا ميماتي بسبب سحبتين سيجارة. قوم 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 جوهر، البل بلش يوصل لدقلنا. بالمناسبة عرفت لك وين عم يصمد عزة مصاري، عم يعمل مضاربة بالاسهم معادة تبع البورصة اللي اسمه حرب. سلام خالي. ليش بقي سلام؟ صارت الساحة كلها ساحة حرب، مع اني ما بحب السلام. لو في سلام بخاطركن. شو خالي زازا قال دخلت البورصة؟ عندك فرصة كبيرة تربح وتدوبل كل شي، انا من سنين بهي الشغلة. وقديش فرصك يا ترى لتحكي؟ الو ايه ماشي طبعا معك. ايه تكرم تحت امرك. ترك المصاري عندي وراح. حلو يتركها، انت لازم تربحه على مصاري كتير، ربحه حتى يصير يجيب لك مصاري اكثر. بس عفوا انا ما بعرف اتفاهم مع زازا، زلمة غريب كتير. برأيك بتلاقي كل هالمصاري مع واحد مانو غريب؟ الانسان الطبيعي بيقدر يعمل شي بهالحياة يا سلام. مو هو اللي اجا وسرق لك شغلك؟ ليش عم تتركه واقف على رجلي؟ انت سبق وتفرجت على مصارات الكلاب؟ لا ما تفرجت. كلاب المصارعة طبعا صعب وما بتقدر تمضي اكتر من دقيقتين معه، لما بتوصل الشغلة للمصارعة تبعهم بتصير غير، ترعاها وبتدير بالك عليها مثل عينك. وقت كنت بعدني ولد صغير كنت ارعى الكلاب اللي ما حدا كان يحب انه يطلع عليهم، كنت طعميهم. ولما ولاد الضيعة الكبار يجوا بدهم يتقوى علي ويقتلوني خلي الكلاب تبعي يهجموا عليهم،
ومثل ما قلت لك بعد ما يجيب لك زازا كل مصاري لهون ليستثمرهم رح تجيك مصاري مراد على مدار كمان عن طريقه. لك بماتي نسيت اسألك شو كان صاير مع علوش؟ معلم وانا كمان نسيت خبرك. قال في مشكلة بالمسالك البولية وقالوا لنا لازم نطهره. شو حلو كتير، ابنك رح يصير رجال على بكير. وامتى رح تعملوا له اياها؟ لو كانت الشغلة برأيي كنت عملت له اياها دغري، بس اختي جولداني المجنونة اصرت انه ما بيصير بلا حفلة طهور. اختك معها حق بهذا الشيء، بس شو رأيك نعملها بين بعضنا بلا ما يسمعوا الناس وبلا ما تصير مشاكل؟ شوف كيف حظ هالولد، لولا الظروف يلي عم نمر فيها كنت بعمل له اكبر حفلة طهور بتركيا. بكرة بنعمل له حفلة كبيرة بعرسه. هلا انت ما مليت من طريقة هالحكي مثل جماعة المافيا؟ عبد انا ما بحكي هيك من شاني، بدي اعمل حفلة حتى مبين انه نحنا ما انهزمنا. معلم شو رأيك نعمل الحفلة بالصيف؟ يعني بالهواء الطلق، بنعمل مولد وبعد ما البابا عمر بيعمل المولد بنعمل حفلة عشاء عرمرم. هيك بدك تعمل بعرسك يا عمران؟ الله يقدرنا معلم. خير ان شاء الله. مرحبا سيد عزت. مرحبا بك، تفضل. طمني عنك، كيفك؟ منيح والحمد لله. ما فهمت كيف يعني منيح؟ بحكم العادة صحتنا منيحة. يعني صحتك منيحة حاليا؟ شو صاير يا سيد أرصوي؟ سيد عزت، سمعت انك داهمت مطبعة الشباب تبعنا. انا ما بعمل هيك شغلات صغيرة. صحيح ما عملتها، بس بعدتهم يعملوها. ما بعتت حدا يعملها طول هالوقت، ليش هلأ لأبعت يعملوها؟ لانك دخلت شراكة مع ناس تانيين. انا شريكي واحد ما غيره. اذا بتقصد زازا فهذا مانو شريكي ابدا. يعني اسوأ، يعني بيجي الاجير تبعك وبيداهم المطبعة تبعي. انت ما بتعرفني ابدا يا سيد عزت. امبلا انا بعرفك كتير منيح. ايه بس واضح انك انت يلي نسيتني. انت مالك عندي اي شغل تحكي معي فيه. اذا مصر تحكي معي بالشغل بتحكي فيه مع شريكي، وانت بتعرفه كتير منيح، ما هيك؟ شهميران بيعرف يا ترى انك عم تشتغل مع زازا؟ واضح انك كمان مانك فهمان علاقتي منيح مع شهميران. إذا علاقتي مع شهميران منشان التجارة وبس، بعملها مع الشرطة وبعملها كمان مع الجيش وبعملها كمان مع حرس الطرقات. إيه بس أنا ما بشتغل بأمر حدا. ما عاد رح تشتغل إلا بأمر حدا، وإلا ما رح خليك تبيع باكيت وحدي. وهي كمان مو مشكلتي، هي ما بتقلي إياها إلي، بتقولها لشهميران. اتصل بشهميران واعطيني اياه. بعدك فهمان غلط، انا ماني ساعي عندك. قول للي تحت ايدك هن بيتصلوا لك فيه عن اذنك. اتصلوا لي هلا بشهميران. حاضر سيدي. معناتها يا رفيقة بعد هالغيبة اشتقتي لرئيسك، ما هيك؟ اشتقت لكم سيدي الرئيس. وشو جبتيلي من المدينة الكبيرة يا ترى؟ اخلاصي سيدي. معناتها جبتيلي اغلى شي عندك.
سيد الرئيس، صاحب الاسم الحركي شاب طالب انه يحكي معكم ضروري. رفيقة زوزان، تقريرك باخده منك المرة الجاية، تفضلي. شو خير؟ كأنك عم تتصل لتبلغني انه الجمهورية التركية رح تعمل عملية ضدنا؟ لا مو الجمهورية، انا رح اعملها. تفضل تعال، عم نستنى. منشربك عنا فنجان قهوة مرة. انا لهلا بشرب قهوة تركية، بس انت بالمكان عندك ما في غير قهوة من هدول تبعات اللي بيطولوا سوالفهم. في 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 عنا كل انواع القهوة، حتى في حليب بودرة امريكي. اذا اجى على بالك بضيفك منه. شاه نيران، نحن شلون اتفقنا معك على شغل الدخان؟ هلا لا تلف وتدور علي، قلي في شي مشكلة؟ عزت تبعك خبصة وتشارك مع ناس مو لازمين. وانا شو دخلني؟ طالما انه عم يدفع لي تمن البضاعة اللي عم ببعتها لعنده. عم يبعت لك المصاري تبعي؟ عزت اللي شايفه اكبر تعلم. يعني انا يا دوب اني عم حصل مصاريه، ماني فاضي للمصاري تبعك. داخل شراكة مع مراد على مدار. حلو كتير، هذا عميل، ودائما العميل عنده نقطة ضعف، وبيكون عزت استخدم نقطة ضعفه. شاه نيران، يكون بعلمك عزت عم يغلط معي، رح امحي من الدفتر. ما بتقدر تمحي عزت شو ما عملت، هذا مثل قلم الضابط، اذا بتكتب فيه مرة ما بقى ينمحى ابدا. اذا بدك تفرض عليه عقوبة انا ما بتدخل، بس ما رح اسمح ابدا باي شيء بيأثر على الشغل تبعي. عراب، شو يا جولدانا؟ وشلون الحلاق بده يعمل له اياها؟ الجراح بيعملها. لا مستحيل، ما بيصير الطهور من دون العراب. ليك اصلا بالزور وافقت انه نعملها بالمشفى، بس ما بقبل بحفله بدون عراب. اختي، يلي حابه تعمليه فيك تعمليه مع ابنك. اخي مو مهم ابني، ابني عنده ام واب، بس ابن اخي علوش ما عنده ام. الولد اخي رح يتفرج بكره على الصور تبعه لما يكبر، معقوله ما يكون في بايده ساعه وما ينكتب عليها الف مبروك وما يكون العراب تبعه حامله؟ حسني، انت عن جد مجنون، كيف عم تقدر تتحمل هالنقاقه؟ صوت جولدانتي على ابني احلى من احلى غنيه. منيح، روح اسمع غنيتك خلصني. بدي الليلة رح ينام عندكم. ليش في شي اخي؟ لا، شو بده يكون؟ بس ليش بده ينام عنا؟ الولد مريض بده يبكي طول الليل، انا شلون رح اعرف كيف سكته؟ اهلا وسهلا، اصلا علوش بيحب بيتنا كتير مو هيك؟ حاجة تدلعي مثل البنات، عم ربيك الشبر بندر لحتى يطلع رجال. حسني خود الجماعة على البيت. تأمر أمر معلم. أوه. حسني، رح أبعت الشباب تبعنا، رح يوقفوا حوالين البيت. علوش، تعال عند عمك تعال. أوبا. لك دب كل الفائدة فيها، لا تروحها. ما بحبها. ما بحبها يعني أنا اللي بحب البقدونس؟ بلعا. مو طيبة. ما قلت لي ليش بعت وراك؟ لأنه بيعرف إنه إلي علاقة بهالشغلة. وشو حكى معك؟ عم بيقول ما رح يسمح لكم تبيعوا السيجارة. الله الله، وانت شو قلت له؟ شفتك خالي وقلت لازم بوس ايدك. تسلم ابن اختي. شو اللي بايدك؟ كستنا خالي. حطه حطه. ايه وشلون الشغل؟ معيتك الحمد لله خال. يلا يلا امشي امشي، شو عم تحرس كيس الكستنا؟ يلا روح يلا. تأمر خالي. جوهر، مين هذا الصبي؟ مو في هذا تبعك.
اي واحد يعني؟ تبعنا اللي طمعنا. ها يعني هذا تبع بكر هداك. مظبوط غالي. ايه وشو قال لك بعدين؟ قلت له انت بتتفاهم معي بس ما رح تقدر تتفاهم مع شريكي. هذا هو الحكي. ما تاكل كستنا؟ لا لا ما باكي لصحة. زازا انتبه على حالك، هذا الزلم كثير خطير. قديش حلوة قطعة الكستنا تبعه لهذا تبع بكر، مشان هيك ما بقى فيها قشرة ابدا. ها انا ما احب الكستنا اللي بضل فيها قشر، بتعزز النفس. إذا جزم الأمر بيروح ابن أختي وبيذبحوا لهذا إرصوي. أنت اشتغل على كيفك أخي زازا. انبسطت منه لهذا سلام؟ لك إيه ماشي حاله هذا المضارب، هيئته ماله قليل، راح يكسب خاله مصاري كتير. ان شاء الله على خير. انبسطت بشوفتك. يلا خاطركم. شو رح تعمل بيرصوي خالي؟ رح ندفع له مصاري 25 مليون دولار. ليش؟ هاي مصاري بالنسبة لك؟ معي أنا الخمسة قروش مصاري، أما مع ميماتي وعبد الحي 25 مليون مانون مصاري، معي خالي؟ كول جمر شغل لي مخك، أحيانا بيوقف وما بيشتغل. إذا هذا الزلم وقفنا بس شاحنتين منكون خسرنا 30 مليون دولار على القليلة. سايف خالي دقيقتين كسبنا 5 مليون على القليلة. كول كول يتلم لي وثاك أنا، يقبرني ذا ماله. منين؟ من فين بوجه؟ قج همم بوجه. نريد اليوم أرخدش نريد جديم لأطول شريع. شو صار معكم شي؟ لا شو بده يصير؟ عابد دبر محل تاني وبكرا انتقلوا عليه. المعلم قال ابقوا هون، بس اذا بيقول دبروا محل بكرا مندبر. فهمني منيح، رح يجي قرصوي ويداهم البيت، رح يروحوا فيها الجماعة الفاضي، بس نحن ما رح تكون ايدينا مربطة. استدعيت جماعة المخابرات على العدلية وما اجوا. لا تهتمي، بس هوية الرجال معي إلا ما يجي مشان ياخدها مني. ليلى هدول معهم ألف هوية وهوية. شلون يعني؟ الواحد بيكون معه هوية واحدة، يعني رح يفرجيني هوية مزورة؟ عزيزتي ليلى الحادثة صارت وخلصت، فلا تضغطي على الجماعة بهي الطريقة حتى هنن ما يرجعوا ويضغطوا علينا. إذا ما طلع صوت من الجماعة معناته خافوا من ليلى ومن اللي ممكن تعمله. اترك بنتي تعمل اللي بدها اياه يا ابني. طبعا طبعا، هدول اصلا جماعه جبناء كتير، بس يشوفوا قدامهم مرا بيخافوا دغري، ما بقى بيعرفوا شو بدهم يساووا. الجماعه ما بيخافوا من مراد على مدار وبيخافوا من مدعية عامة. اخي حكمت شو رايك تبلش تاكل؟ ليك نازل وزنك ويا حرام قالب على ربعك، كل واحد بيعرف شغله. معناتها انت لا تتدخلي بشغل مراد، لا تشوفي حالك لانه كم شرطي بيوقفوا قدامك باستعداد. الزلمة عاش حياته مع هدول،
انت ليش ما بتدخل دورة بكالوريا؟ بلكي بتنجح وبتدخل كلية الحقوق، واذا تخرجت منها ما رح يلاقي مراد محامي احسن منك. والله حكي مزبوط يا حكمت، انت واحد اريان كتير، دروس ودخل الكلية. لا انا قاعد عم بدعمها وانت عم تتمسخر علي. ماشي انا صرت مع ليلى، بكرة استدعي الجماعة، واذا ما اجوا روحي وداهمي مكاتبهم. اساسا هذا اللي بدي اعمله. اعملي انت، اعملي اعملي يلي بعقلك. تقبل الله بابا عمر. امين يا بنتي. شو بدنا ناكل؟ عاملة اليوم اكلات بزيت الزيتون. اللي بابا عمر، انت ما بتفوت صلاة ابدا؟ هلأ الواحد بفوت على حاله لقاءه مع حبيبه لك بنتي. ليش مو ماما نازك هي حبيبة قلبك يا بابا؟ نازك هي هدية من الحبيب. بابا حلو شرحك للصلاة بهاي الطريقة. أنا عم روح يوم الجمعة مشان أشوف الحبيب، بس ما حسيت حالي إني معه. إن شاء الله بصير تحس يا ابني. إن شاء الله. الصلاة فيها متعة، مثل ما بنتي بتستمتع بمهنتها اللي عم تشتغل فيها، ومثل ما ابني بيعشق مهنته اللي عم يشتغل فيها، أنا عندي الصلاة متعتي. مثل ما الإنسان بيحضر حاله للموعد مع حبيبه وبيعتني بحاله، أنا بحضر حالي كمان. بنفعل كتير، بلبس أحلى تياب عندي، بنظف حالي وبوقف بحضرته، وأهم خصوصية بتميز علاقتنا مع هذا الحبيب يلي بيقدر يعرف شو فيه بالقلوب وبالنوايا، إنه نكون مخلصين لكل مواعيدنا معه ونكون صادقين بحبنا له. نذكر اسمه بكل لحظة ومنذكره بكل محل. لما بتخطي خطوة ناحيته بيخطي ناحيتك 10 خطوات. بابا عمار الحقيقة لولا قصة الوضوء الصلاة ما في اشي، بصلي 5 أوقات و10 أوقات كمان. ابني مراد، لولا الاعداء يلي بوشك كانت ادارة البلد ادارة سهلة، ما هيك؟ ايه والله يا بابا. ولو التزموا الناس كلهم بالقانون قديش سهل. يا ريت. وقتها شو رح يكون معنى خلق الانسان؟ شو هدف حياته؟ اذا ما كافح الانسان، اذا ما تعذب ليلتقي بحبيبته، شو معنى ينحب وشو معنى يحب؟ الحب انه يعطي. شغلتك بسيطة كتير يا حكمت، بتتعود على المي وبتخلص من هالشغلة. بس لقلك ياها من هلأ، قد ما ضليت عم تهرب من المي ما بيدفنونا بدون ما يصبوا علينا المي آخر مرة ويغسلونا من الوسخ. ما في مهرب. خالي، يعني عم قول بعد ما ندفع المصاري خلينا نركب على كتاف عزت ونطلعهم منه، مو هو سبب هاي المشكلة؟ جوهر، شو راح تركب على جحش خالتك؟ شو بدك تركب؟ بيننا وبين عزت شراكة قوية، لا تحاول تخربها شو ما صار. رح قلك ياها من الآخر، نحن لازم نفرغ تعصيبنا من هاي الشغلة بشي محل. إذا بيسمعوا الشارع إنه الخال زازا دفع عتاوي 25 مليون، حتى بياع الكستنة رح يطلب منا مصاري. هذا تبع بكر؟ عم بضرب مثال خالي، وقال له الولد بيحترمك كتير. يعني أنت بدك يعني إلا ما فضي نرفزتي هلأ بتبع بكر وخلي عبرة لمن اعتبر. هلأ شو ذنب الشاب يا خالي؟ استنى لكان لندفع المصاري وبلش ببيع الكستنة وبطلع شوي شوي لفوق. 20 مليون. نجدت افتح الشنتاية وخد كم رزمة وحطن بجيبك، أكيد ما رح يعدوهم. طمن خالي، أصلا أخذت منهم. شايف كيف جوهر؟ على أكل الكستنة صار عقله يشتغل مثل النار، صار يعمل 200 بالتنكة. لك سوق بسرعة قبل ما تفضل شنتاية من المصاري.
عليكم. تفضل سيد شرف. شكرا جوهر. ماشي، سمعت انك قايل للجماعة انه صارت مشكلة بسببي. تعرفني انا ما بحب المشاكل، بما انه صار في مضايقات انا ما بحب يلي بعزن انه يتضايقوا من ورا مشاكلي. هاي جبتون. انت قلت 25 مليون، بس كل شنتاين قصت 2.5 مليون. مو مشكلة، بالهنا ان شاء الله. شلون من كان رح نشتغل معك ومناخد الخمسة الباقيين. ان شاء الله ان شاء الله. هدول بقى بعتوهم اصحابك ولا انت جبتهم لانه اصحابك راسهم وجعون؟ ما تواخذني، بس انا اصحابي جماعة ما بيردوا على حدا وما بيدفعوا مصاري لحدا، مستحيل يدفعوا لحدا. بس الواحد بيفكر وبيقول مو منيح انه الناس يتأذوا بسبب غلطة اصحابهم. شو الحكمة؟ يعني مثلا اذا لا سمح الله صار عليك شيء، يعني صار عليك شيء لا سمح الله، ها؟ بسبب غلطة مني، مو منيحة ابدا. بالنتيجة عنا هاي هي التجارة، ما هيك؟ فكرت صح يا سيد شرف، غلط انه يموتوا الناس بسبب شوية مصاري. ايه، محيت اسمك من القائمة. قائمة شو؟ وشو هي القائمة؟ عزرائيل عطاني قائمة وقال لي بعت لي هدول بدي اياهم بسرعة، وانا سجلتهم عندي حسب ما حفظتهم. جوهر! مور خال، خذ الشنات يا ابني. أنا بعز أصحابي كتير وبحبهم، إذا ما بتمحيهم من القائمة ما في هدول. أنت أحسن شي تكتب اسمي براس هديك القائمة تبعك. سلمني كتير السلام على رفيقك عزرائيل. هو بيعرفني منيح، بس لا تقله شرف بيسلم عليك، زازا بيسلم عليك. ها؟ إيه؟ حتى يعرف مين بالضبط ما يخربط.